نروح مع حضراتكم لملف آخر من أهم ملفات الحقيقة للدولة المصرية اشتغلت عليها بشكل كبير ومكثف، وهو ملف الموانئ والمناطق اللوجستية. عشان كده كان في اهتمام بإنشاء عدد من الموانئ البرية والجافة زي أرقين، قسطل والسلوم، ده لخدمة حركة التجارة الداخلية والخارجية. كمان الدولة عندها خطة شاملة لإنشاء 17 ميناء جاف ومركز لوجستي بيتم إقامتهم في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات، وده لاستيعاب 6 ملايين حاوية سنوية. ضمن خطة تطوير الموانئ، أنشأت الدولة المصرية عدداً من الموانئ البرية والجافة، أبرزها أرقين، قسطل، رأس حدربة والسلوم، وذلك لخدمة حركة التجارة الداخلية والخارجية. كما أعدت الدولة مخططاً شاملاً لإنشاء 17 ميناءً جافاً ومركزاً لوجستياً تقام في 6 من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات، وتستهدف استيعاب 6 ملايين حاوية سنوياً. وتتضمن أعمال الإنشاء بالموانئ الجافة توفير منطقة لوجستية تتم فيها عمليات التعبئة والتغليف والتصنيع والتوزيع على المناطق الصناعية المجاورة، مما يقلل الفاقد من البضائع ويسرع عملية تداول البضائع، وهو ما ينعكس على سعر المنتج النهائي وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. واعتبر التقرير أن ميناء أرقين البري نقطة التبادل التجاري الأولى على محور التجارة الإسكندرية كيب تاون، وهو واحد من 7 خطوط برية وضعها الاتحاد الإفريقي للتجارة البينية بين الدول الإفريقية وتنمية إفريقيا، ويبدأ الخط التجاري من مصر وينتهي في جنوب إفريقيا، وهذا الخط يضم أكبر عدد من الدول، حوالي 19 دولة إفريقية. كما أن تطوير ميناء السلوم البري يربط بين مصر وليبيا في مدينة السلوم الحدودية، وتم تطويره من خلال رفع كفاءة جميع المنشآت والمباني الداخلية والدفع بأجهزة حديثة وشبكة نظم معلومات وأجهزة مراقبة وكاميرات من البوابة الأولى بالميناء وحتى البوابة الأخيرة المواجهة للجانب الليبي.